هذه النسخة الثانية من مهرجان ربيع الطفولة اللي كتنظمه كل سنة الجمعية المغربية لتنمية المبادرات بمناسبة ميلاد مولاي الحسن. احتفلنا بالسنة الميلاد ديالو السنة 13، اليوم كنحتفلوا بميلاد ديالو السنة 14. هذه السنة اختارينا كشعار للمهرجان الطفل والبيئة نحو مستقبل سليم، لأن المغرب نظم كوب 22 في مراكش منذ أشهر، بقى مفتوح مجموعة من الأوراش اللي بقات كتساير هذا البعد البيئي في مختلف الأنشطة، سواء ديال مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني. أنا الآن سعيد بهذه المشاركة في ربيع الطفولة اللي تيخلد ذكرى ديال ميلاد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ومشاركتي في هذا المهرجان وفي هذا الكرنفال بشخصيتي ماشي بابا عاشور، لأن بابا عاشور كيجي في عاشوراء، ولكن كجحا، جحا المغربي اللي كيحكي حكايات الأطفال بهذه المناسبة في الورشات الحكائية. وهذا العرس الطفولي من طبيعة الحال شاركت فيه مجموعة من الأطفال بالفرح والسرور والرقص والزهو والألوان، احتفال بالبيئة وبولي العهد وبالاستقرار والأمن اللي كيعيشون بلادنا الحمد لله. وبهذه المناسبة كنهني ولي العهد والأسرة الملكية بهذه المناسبة وهذا الربيع ديال الطفولة. حاولنا في هذا المهرجان لهذه السنة، يعني المرة السنة الفارطة، استهدف حوالي 3600 طفل. هذه السنة إن شاء الله راهنا على أساس أن يعني بين 4600 طفل إلى حوالي 5000 طفل أنه يستفدوا في هذه الثلاث أيام من هذا المهرجان. بغيت نقول بلي حنا فرحين بزاف وكنا كنتسناو هذا النهار بالتشويق. اليوم كنا مشوقين بزاف، واليوم عجبنا الحال بزاف، و بغيت نقول عاش الملك و فيف لو ماروك. البرنامج بطبيعة الحال عرف مجموعة من الفقرات المتنوعة والمتميزة. استضاف هذا المهرجان ثلاث أيام، يومي أيام 19 و 20 و 21. ففي بداية الافتتاح للمهرجان عرف تنظيم صبيحة للطفولة للأطفال تميزت بعروض متنوعة، وفي الفترة المسائية هناك نظمت الجمعية ندوة فكرية تهتم بشأن الطفل في التعليم الأولي. واليوم كان موعد الأطفال مع كرنفال جاب شوارع مدينة الرباط، والذي ضم لوحات فولكلورية متنوعة، وبالإضافة إلى اللوحات المغربية تميزت حضور الفرقة المغربية الهندية والفنان جاء من مصر الذي احتفل معنا بهذه المناسبة وهذه الذكرى الغالية على قلوب المغاربة كاملة. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.